كل رمضان تال انا لما درتوش المرض ضروري بقات فيا الاحياء ديال باش ندير هذا الدوري هذا. لا عاد خدينا من عند الدراري ولاد الحماق قبل منا والدراري قدام فهمتيني، خدينا من عندهم ولينا حتى حنا تنحيوا هذه الذكرى هذه وديما تنظموا التورنوات وكذا. من صغري فهمتي وانا تلعب كره رمضان تلعب التورنوات الحمد لله مع الدراري كذا هذه فهمتي هي تتبقى عاده. المشاركه في الدوريات الرمضانيه عاده من شحال هذه؟ لاننا ما لعبناش في رمضان كتبقى بحال خاصنا شي حاجه. لا الرياضه هذه بالنسبه للانسان تيمارسها يوميا فهمتيني، يعني هي هذه الرياضه كتبعدك على بزاف ديال الحوايج خايبين. هذه مبادره تيكتشفوا فيها الدراري في مواهب هنايا وتيقدروا الدراري تيتصوفوا وتيمشي يلعبوا في انديه كبار بزاف د الحوايج تيخرجوا من هاد التيرانات هذا الحمد لله بخير. تيجيو ناس تيشوفوا الدراري تيلعبوا كره مزيانين تيديهم للمدارس تيتاقلموا معاهم تيسهل عليهم الله. هذاك الشيء علاش انا دابا اكدت على هذا العام اللي نديروا عاوتاني باش يبانوا في اجيال اللي نشوفهم قدام ونشوفهم فريق اخرين ونشوفهم فروق ونتفرجوا فيهم. هذاك الشيء علاش نديروا انا باش من هنا تتبدا المبادره ما صعب الدري فين يوصل ان شاء الله. على الأرض. على الأرض.